بمناسبة العام الجديد، حسب التقويم الأثيوبي، هنأ الزملاء الدينيون الشعب وأفادوا بأنه في هذا العام الجديد يجب أن يسود السلام والتنمية والوحدة، وخاصة الأشخاص المظلومين الذين لم يحصلوا على العدالة يجب أن يحصلوا عليها. بسم الله وولد ومنفس قدس أهد وأمرك أمين ذا العالم سلاسي. أتمنى من الرب أن يديم لنا السلام ويكفينا من الأزمات، وأن يكون هذا العيد يجلب لنا السلام المستدام. بفتح يتمسرت سلام. يجب أن نصلي بأن يجلب لنا هذا السلام العدالة والمحبة مع أشقائنا. السلام والحرب يأتي من داخلنا، لذا يجب أن نفتش السلام في داخلنا، لأنه ليس السلام وقف إطلاق النار. يتقرأ هز ميفلقو يتموالا سلام يفلقال ستا دهنتون دي تبك التي يفلقال لماتنا ديمقراسي يفلقال. يريد شعب تقرأ السلام بشكل مستدام والحماية والديمقراطية والنهضة والعدالة، وأن يتم رجع النازحين لأرضهم، وأن يتم احترام الدستور وإعادة إعمار ما تم تدميره وإتلافه. لقد كانت أهم أماني الزملاء الدينيين في تيغراي خلال هذا العام الجديد هو إعادة النازحين لأرضهم والخلاص من الأزمات والتحديات التي يمرون بها. سيكون لهذا العام الجديد قيمة في حين نساعد أخوتنا النازحين. لا تقرأي أهون قدمنا يا بريتوريا والمفتس أمنو. قبل كل شيء يجب تنفيذ جميع بنود اتفاق بريتوريا للسلام، وأن نكون متحدين فيما بيننا، وأن يتم إعادة النازحين داخليا والمتجئين في السودان لأرضهم. كغربيت وشاتشن كتفقنا قلو وغنو شاتشن غار باندنت تكافلن بعلون دناسالف. نطلب بأن نحتفل هذا العام مع جيراننا وإخوتنا النازحين بالعيد بكل حب وسلام. بكفيل مكوانا عندان داكابيوش بسلمت ويوم بدبوب. لقد عاد النازحين من سلمتي وما يسبري، ولكن لا يظل هناك جزء كبير من النازحين الذين لم يعودوا، مما ينبغي من الحكومة الفيدرالية والإدارة المؤقتة العمل على إعادتهم. وفي الأخير هنأ زملاء الدينيين في تيغراي شعب تيغراي وأثيوبيا والعالم بالعام الجديد، وأنهم بجانب الشعب في توطيد السلام بشكل كامل.